اي حاجه فيه حاولي حاولي. دي ساندي والنهارده ليله دخولتها، تعالوا نشوف حصل ايه. ايه يا حبيبي قاعد لوحدك ليه؟ حسام انت يا ابني في ايه؟ سرحان في ايه؟ لا مش سرحان، قوم اعمل لي كوبايه شاي. طب مالك طيب في ايه؟ انا قلت لك قوم اعمل لي كوبايه شاي، ما تفهميش؟ قوم اعمل لي كوبايه شاي. مالك بس يا حسام حبيبي، انا قلت اتكلم معاك شويه، كنت قاعده زهقانه لوحدي وقلت نعمل حاجه مع بعض، نتفرج على فيلم، ناكل حاجه. هو انت بتفهميش؟ انا قلت لك قوم اعمل لي كوبايه شاي، يعني تقومي بسرعه. ماشي حاضر يا حسام بس بالراحه. طب يلا قوم. خلاص حاضر هقوم، بس ما تعصبش نفسك. وانا هفضل اتحايل عليكي كتير ولا ايه؟ قلت لك قوم اعمل لي كوبايه الشاي وانا لازم اتحايل عليكي. حسام انت مالك في ايه؟ انت ما كنتش كده من شويه، ايه اللي حصل؟ انت لسه هتتكلمي كتير؟ قومي. انت مالك في ايه؟ هو ده حسام اللي بيحبني؟ ده النهارده ليله فرحنا، ده اللي حصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت بتعلي صوتك عليا وبتشوحي لي؟ قومي. انا صوتي واطي اهو يا حسام، في ايه؟ يوه هتفضل تقولي معلش الصوت ومعلش الصوت، قلت لك قومي. انا بجد مستغربه، هو ده حسام اللي بحبه وحنان عليا؟ بلا حنين بلا بتاع، انت صدقت الكلمتين دول ولا ايه؟ فوق يا ماما. مصدقه؟ هو في ايه يا حسام مالك؟ طب لو ما قمتيش في ظرف 5 ثواني هتسمعي كلام عمرك ما سمعتيه، يلا قومي. حاضر. خدي هاد الشاي يا ماما. مني كنت زعلانه منك، كنت حنين عليك اكتر من كده على فكره. انت بتعملي ايه؟ تقعد وانا قاعد؟ قوم اقفي اقفي. اتجننت ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه الريحه اللي في الكوبايه دي؟ في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ يا حسام انت اللي فيه ايه؟ انا مستغربه انت بتعمل كده ليه؟ هيكون مالي يا حبيبتي؟ جايبه لي شاي ريحته معفنه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ طب اهدى طيب يا حسام، طيب في ايه؟ هو ايه اللي كل شويه اهدى اهدى اهدى؟ هو انا مجنون؟ في ايه يا بنت ما تتعدي معايا؟ لا اله الا الله. هو فين يا منى؟ مش عارفه انا سمعت زعيق. انا برضه سمعت صوت جامد منك عليها. شكلهم الارسنال الجداد. هو انت عايش في ايه؟ مش عاوز اتكلم كتير، عاجبك كده؟ خلي الناس تقعد تخبط كده من علوي صوتي. اقعدي ثانيه ثانيه. في ايه؟ في ايه استاذ؟ لو سمعت انا مش اي حاجه حاضر. لا يا حبيبي في زعيق، احنا سامعين زعيق. مالك خايفه ليه؟ عاجبك كده يا هانم؟ عاجبك كده؟ في ايه؟ انت بتزعلها لي كده؟ يا استاذ في ايه؟ صلي على النبي وحد الله، انتوا لسه عرسان جداد، ليه صوتكم العالي ده وفرحت الناس فيكم؟ وانت مال حضرتك بتتدخل ليه؟ وانتوا كمان مالكم؟ فعلا يا ابني انت كلامك صح، احنا مالناش دخل، بس ما ينفعش تعمل كده ببنات الناس مش من اول يوم. يا استاذ حرام عليك، المفروض يوم فرحها، نكد عليها ولا تفرحها؟ هو صنف الحريم كده، لازم تذبح لهم القطه من اول يوم وتديهم على دماغهم. تذبح لها القطه، انا كده فهمت. وايه اللي انت فهمته بقى؟ اعتبرني انا اخوك الكبير ومراتك دي زي اختك، ينفع حد يعمل فيها كده في دخلتها؟ يعني خلصت كلامك خلاص؟ ايه ده يا صاحبي، الامور ما تتاخدش كده، صل على النبي. تمام. حرام عليك يا ابني، ليه تنكد عليها وعلى نفسك؟ حرام عليك، ده انت بقالك كتير قاعد معانا هنا في العماره، عمرنا ما سمعنا صوتك. لازم اعمل كده من اول يوم عشان على طول تحترمني وتسمع كلامي من اول حرف. يا ابني الرجوله ولا عمرها كانت بالضرب ولا بالاهانه. امال بايه؟ يا ابني انت كده غلطان، من معاملتك الحلوه ليها كده هتحبك وهتسمع كلام. لا تحترمني غصب عنها وبالطريقه دي. بالاحترام والاخلاق يا ابني، عشان كده انت هتخسرها والله. يعني انت عاوزين ايه دلوقتي؟ اتقي الله في مراتك يا ابني، وخش صلي لك ركعتين واستهدى بالله. بص يا ابني، ربنا بيقول لك في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينكم موده ورحمه. فانت عاملها كويس وتاسف لها، وربنا يا ابني ايه يجعل بينكم موده ورحمه على طول. يلا احنا نمشي بقى، وربنا يهديك يا ابني ويهديك واسمعي كلام جوزك. ايه يا حسام بس كده، انا عملت معاك ايه؟ انا عمري ما قصرت معاك في حاجه، طول عمري بحبك وبسمع كلامك. ليه عملت معايا كده؟ حقك عليا، انا اسف، انا ظلمتك، مش عارف انا عملت كده ازاي اصلا. انا كنت عمري ما هقصر معاك في حاجه، انا بحبك طول عمري بحترمك. والله يا بنت ما عارف اقول لك ايه، انا مكسوف منك قوي. الله يجازيه صاحبي بقى. ليه حسام بس كده؟ ليه حرام عليك صدقته ليه؟ انا طول عمري بحترمك وعمري ما كنت عامل معاك كده. انا عارف يا بنتي، والله العظيم ما عارف اقول لك ايه، انا غلطان وحقك عليا ما تزعليش مني، انا اسف. ربنا معلش. واحد ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القران وجعلنا بينكم موده ورحمه، فانت يا ابني ربنا يهديك واعملها كويس وروح صلاه هتقول على النهارده بقى يجيش جامد اقسم بالله. بقول لك مالك بس حبيبي، في ايه؟ انت خايفه، انا زعقت لك. واحد اوني اجمد يلا يا وحش. يلا هو عادي ده، هو هيتقلب دلوقتي. سامعين زعيق والله. قادره حاجه، انا واسيبكم. يلا ايه يا حبيبي،
قلتش مالك؟ قلت ايه؟ مالك خايفك انت ليه؟ يا عم فين؟ هتقصوها ليه؟ خليك قاعده. هو مع اني زعلانه منك. ماشي، لا ما تقوليش كده. اتفضل يا حبيبي الشاي اهو، مع اني زعلانه منك وتقعدي وانت بتقوليها. اه خدي حبيبي الشاي اهو، مع اني زعلانه منك. انت بتعملي ايه؟ قلت الكلمه. لا اله الا الله. عامل ايه؟ تعالي معايا يلا، 1 2 3. ما تبصيش. اه يلا واحدة واحدة. انت قلت لي خليك ماشي. حنين ايه وبتاع ايه؟ انت صدقت الكلمتين دول ولا ايه يا ماما؟ فوق حنين ايه وبتاع ايه؟ حنين ايه و حن 1 2. حنين ايه وبتاع ايه؟ انت صدقت الكلمتين دول ولا ايه يا ماما؟ فوقي ما فوق يا ماما مالك؟